مستر، قولي يا جميل. انا مرنة، قولي يا مان. انا مش معايا الكتاب الجديد، اصلا انا اشتريت كتاب المعاصر. طيب انا بصي، انا عشان كده انا شفتي، انا الجزء اللي بناخده بعمله بي دي اف اهوت عشان تحل منه، اتفقنا؟ ماشي، ايوه تمام، هبعته على الجروب بقى، يعني انا على طول هبعته على الجروب. ماشي. اوكي، الهوم ورك كان بداية من تشيك بوينت دي صفحة كام؟ 10. طيب حتى لو ما كانش ده حد عامله واجب، هناخد بالدور يعني. كله يبقى قافل المايك الا اللي هيحل فقط. داليا اتفضلي يا مستر داليا. بعد ايوه إذنك، أنا عندي قول. صوت الزهرة. عندك اسامه مش ظاهره؟ ما هي عندك كل مش ظاهره، هتبان دلوقتي. لسه ما عملتش شير. كده ظهرت صح؟ يا مستر حضرتك اديتنا لسه. علي صوتك. الهومورك كان صفحة 30 31 يا مستر. 30 31. احنا خدنا الجرامر بس؟ لا، يا مستر، وخدنا لا كلمات برضو. يعني الهوم ورك كان بتاع الجرامر بس، ده اللي انا يا اقصده. مستر، احنا خدنا شوية كلمات بس، ما خدناش الكلمات كلها. طب كهوم ورك للكلمات، خدنا هوم ورك للكلمات ولا لا؟ لا، خدنا هوم ورك الجرامر بس. ماشي خلاص، نجيب هوم ورك الجرامر. قول صفحة 28. ايوه يا مستر، صفحة 28. خلاص هنجيب 28 اهو. داليا سيهاج، اتفضلي يا داليا. تمام يا مستر. اول واحدة تبقى ان يا مستر. نمبر 1 تبقى ان، نمبر 2 نمبر 2 letter C سي result. ريسيفد، ريسيفد 3 What's cooking؟ واحدة واحدة. واس كوكينج، الاختيار ده يا داليا اختيار اكتر. ادينا بنأسس اهو، انت لسه في اولى ثانوي، لسه في اولى ثانوي. اختيار اكتف يعني معلوم يا داليا، يعني معنى كلمة بتقولي لي ان الاكل كان بيطبخ، بس الاكل مش كان بيطبخ، الاكل كان بيطبخ، فاهماني؟ تمام. يبقى انا محتاج مجهول. Letter D. letter D، he was being cooked. اوكي. Four. Letter D word. طبعا وين بيجي بعد الماضي بسيط. طب five. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه. وانتوا بدأتوا مستر من امتى مستر؟ بعد اذنك يا مستر. طب بس ثواني، نقطة نظام بقى. نقطة نظام. أولاً الحصة بتاعتنا بتبدأ بالظبط، اللينك أنا موفره قبل الحصة بربع ساعة، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الكلام يبقى برفع الإيد مش بإن أنا أفتح المايك. أنت تفتح المايك في حالة واحدة، يا إما مش سامع صوت يا إما مش شايف صورة، ساعتها ليك الحق تفتح المايك وتقول يا مستر أنا مش شايف أو أنا مش سامع. بخلاف كده مهما كانت اسبابك ما تفتحش المايك. طب انا لسه داخل بقى، دخلت انا متاخر ومش فاهم الناس دي بتعمل ايه، خليك مش فاهم لحد ما نيجي نقول احنا بنعمل ايه، ما هو انت اللي داخل متاخر. يبقى دي قواعد السيشن. بعد كده اقول تاني، الحصه بتبدا بالظبط، مش مسموح لي اطلاقا افتح مايك واتكلم الا لما ترفع ايدك وانا اذن لك. حصل بقى في مره من المرات مشكله عندي فدخلت متاخر، ما تفتحش المايك خالص. ما هو بديهي مش هتبقى فاهم احنا بنعمل ايه الا لو انت كنت حاضر الحصه اللي قبلها، فتبقى عارف ان احنا بنألف واجب. بس طب انا دخلت متاخر، انا ما اعرفش ان الحصه بدات. ما هو ما دام ما تعرفش ان الحصه بدات يبقى انت ما شفتش الجمهور، ووسيلة التواصل ما بيننا هي الجروب، فأنا بعت اللينك من اللي هو بعت عشان الناس تخش.
هرد على الاثنين اللي قالوا مستر، وبعد كده محدش يتكلم الا لما ينفع ايده فقط. قول يا باهي. وكل واحد يا مستر حل كم سؤال؟ خمس جمل. حاضر يا مستر. قول يا محمد. ماشي يا مستر، حضرت متأخر يا مستر شوية عشان كان عندي حصة عربي قبلها، ولا بالظبط لسه مخلص مع الديادي. ماشي يا محمد، او عامة احنا لسه يا دوبك بادئين. هو انا قلت له مستر برضه مستر ما عادش يأخر حصة كده، يعني هيخليها في حدود ساعة الا ربع كده عشان ألحق أسمعك أسمع حضرتك. ما يا محمد خلتمني، احنا مغيرين الميعاد عشانك يا محمد صح؟ انا اعتذر طيب جدا بصراحه. انا بقول لك لا ما تعتذرش يا حبيبي، مش مشكله لو جيت متاخر 5 دقايق، مش مشكله. وعامه لسه بدري، نزلوا ايدكم بقى يا ولاد. دالي نمبر 5. ماشي يا مس. تبقى ليتر اي. ليتر اي وير واتشن، يعني ده طبعا تزامن، في تزامن وقت. طيب ميرنا، اتفضلي يا ميرنا نمبر 6. رقم دي letter D. ماشي. was being prepared. 7. beware. 8. B. 8B didn't use 2. ماشي. هنقف لحد هنا عشان باقي زمايلك بس، لان كده هم كلهم في بعض كام جمله؟ 30. هنقلل العدد شويه ونرجع لكم تاني. شكرا يا مهنا. محمد موشيد اتفضل يا مستر. نمبر 9. هلا مستر، من اللي انا مجاوب ولا هلا دلوقتي قدامكم؟ انت مجاوب ايه؟ is used to carry. طيب ماشي، حل اللي انت حل بقى. ثاني. طيب used to carry what did your mother use letter B. 11. وين ماش وين وين great. خليك ثابت شو محمد، ما تتنددش. وماي براذر. لا خلاص يا محمد، ذات سمح. ندى سامحان. تمام حضرتك يا مستر. حليت الهوم ورك ده يا ندى؟ اكيد صح. حليته، بس انا كنت فاكره ان احنا هنمشي على نظام الكورس الواجب ما يتبعتش، يعني ما بعتوش لحضرتك. لا بعد كده بس عشان انتوا عارفين، بعد كده هندخل الاسيستنت دي هتبعتوا لها الواجب عشان يتصحح وتاخدوا درجتكم في الواجب. اتفقنا؟ تمام ماشي يا مستر. بس انا لسه بظبط هذا الامر، يعني لسه انا بظبط هذا الامر. طب معلش يا مستر، انا مش معايا الكتاب اللي حضرتك بتحل فيه ده، فانا حليت من البي دي اف بتاع الكتاب السنه اللي فاتت، فترتيب الاسئله عندي مختلف. طب انت هتقرأي حاليا، وبعد كده انا اللي يعني بعد، يعني بصوا ده الملف اللي هنكمله النهارده ان شاء الله، ده نص الوحده الاولى. برضه هبعت لكم نص النص الثاني من الوحده الاولى، بحيث ان يبقى الملف متاح بي دي اف للي مش معاه الكتاب. اقرأي وحلي يا جميل. نمبر 12. My brother. هتبقى letter C. Letter C was studying. 13. Yusuf. No longer. No longer. 14. When I went to my friend's home, he was having. Great. Was having. أشكرك يا كامل. ربنا يبارك فيك كده وتطلعي زي دكتورة سعاد. اسماء. اسماء سعيد. مع حضرتك. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. اتفضل يا جميل. وايل وي امتى؟ هو انا ما جبتش الكتاب لسه وهيجيلي بكره. وحضرتك بعت على الوقت، طبعا حضرتك بعت على الوقت. انا عندي مشكله في الموبايل، مع يعني لسه ما عملتش الكتاب على جوجل فما عرفتش اتاخر عليه. طب مش مشكله، عامه انا ده الكتاب الجديد هبعته برضه، بس حاولي تقراه وتحل. يلا. وايل وي
letter C. letter C صح؟ انت قلت C صح؟ yeah. we're watching. okay. طب 16 هتبقى letter B. B. did you have عشان yesterday. طب 17 هتبقى letter A. لا قولي لي ليه ده. لاني دلوقتي انا عندي when صح اه وعندي معاها was was دي بتاعت ايه يا اسراء بتاعت الماضي بتاعت الماضي بتاعت ايه الماضي يبقى اذا انا محتاج معاها ماضي صح اه تبقى ايه بقى الاجابه فين الماضي في دول؟ letter C. letter C used to sleep. أيوة used to sleep ده الماضي. شكرا يا اسماء. إياد. تمام يا مستر. ازيك يا إياد؟ الحمد لله. اتفضل يا جميل. 18. تمام 18 he doesn't smoke heavily any longer. I mean that he هتبقى used to be a heavy smoker. هتبقى letter A. used to be a heavy smoker. يعني هو اعتاد ان يكون ايه؟ مدخن. اعتاد ان يكون مدخنا. ماشي. طب number 19. number 19 I become used up in the early morning. هتبقى to getting. وجيتنا الله ينور. طب 20 يا مستر when I reach home كمل يا حبيبي when I reach home I am in detail a shower هتبقى had هذا شعر مين اللي ندح في النص كده وانا لسه محظر من شوية مين ندح قول يا محمد يا مرشدي ولا اختيار مستر 18 هو رقم ايه وليه مثلا ما كانش انا هجاوبك يا محمد بس هجاوب بعد كده ان الاسئله تبقى في نهايه الواجب فاهمني بس هجاوبك دلوقتي بس بعد كده الاسئله تبقى في نهايه الحل اتفقنا ماشي انت بتقول هي ليه الليتر اي صح انت بص اتعودوا يا حبايبي اي حد قال في سؤال انا مش فاهمه انا مش هشرح انا هتناقش يعني ايه يعني انا وهو نفضل نتناقش مع بعض يعني لو قلت مش فاهم حاجه يبقى خلاص خليك فاتح المايك وبترد على الاسئله فانت دلوقتي بتقول هي ليه ايه صح كده يا محمد صح يا مستر حلو طب بقول لي هي doesn't smoke heavily anymore هو جمله بتقول له ما عادش بيدخن جمله بتقول هي ما عادش ايه بيدخن طيب I mean that he أنا أعني إن هو إيه no longer smokes ولا smokes heavily ولا didn't used to smoke قبل ما أفسر لك أنت حابب الإجابة تبقى إيه من وجهة نظرك يا محمد no longer smokes الله ينور عليك الله ينور وده يا محمد اسمه حاجة في الانجليش كده برين سكام حد يعرف يعني ايه برين سكام برين سكام معناه يا محمد احتيال ذهني معناه يا محمد الجملة اللي انا لسه كتبها ديت احتيال ذهني ليه بقى لان بص يا محمد هو بيقول لي he doesn't smoke ايه عارف كلمه heavily دي يعني ايه عارف كلمه heavily دي يعني ايه يا محمد بغزاره يعني هو ما بيدخنش بغزاره ما عادش بيدخن بغزاره فمعنى كده لما تيجي تقول لي ان هو لم يعد يدخن يبقى المعنى غير دقيق
لان هي المعنى ما عادش بيدخن بغزارة، هو لسه بيدخن بس مش بكترة زي الاول. فعشان تبقى no longer smokes دي تبقى صح يا محمد، لازم ازود لها كلمة ايه؟ هيبلي. وصلت؟ عشان انا ما خدتش بالي بس من هيبلي. ماشي ما يا حبيبي ده التفسير. ما هو بص ما خدتش وصلت بالي. بص يا محمد ما خدتش بالي، يبقى احنا هو دينا مع بعض اهو يا محمد بنتدرب ازاي ان احنا نقرا صح، ازاي ان احنا ندي فرصه لعقلنا يقرا كل حاجه ويستوعبها. وسؤالك حلو يا نوم انك حد مذاكر، يعني سؤالك ده بيقول لي انك مذاكر، ولكن مع التوضيح اللي احنا قلناه صغير ده بقى يا محمد ما تغلطش في اي نوع من الجمل دي تاني. وانا بشكرك على سؤالك يعني. اوكي هي تخلص. ايمان سليمان. ايوه مستر مع حضرتك. ازيك يا ايمان؟ تمام الحمد لله. اتفضل يا جميل. نمبر 21 هيكون الثاني. يعني ايه الثاني؟ مش فاهم. رقم بي. انت متأكدة ان احنا في 22 في 21 صح؟ انت بتجاوبه في 21 صح كده؟ لا أيوة. يا مستر ولا بتجاوبه في 22؟ لا 22. لا انا عايز 21 الاول. 21 هتكون رقم دي اخر واحده. واز بلاننج، عشان كده انا قلت اتاكد مني. ليه؟ انك لما تقولي لي بيه، لما هتقولي لي بي في 21 هقول لك مثلا عندي ديد ماضي ازاي اجيب معاها بقى ان هو اي بلان اللي هو مضارع. طب 22 بفتكر في 22. 22 هي اللي بي يعني the car was being chased. اوكي طب 23 بي بي برضو it was watching. اشكرك يا ايمان. باهي. نعم يا مستر. ازيك يا باهي؟ الحمد لله. اتفضل يا جميل. 24 باهي didn't use to رقم دي. he didn't use to say money. اوكي طب 25 طب رقم ايه؟ he sleeps early now. he sleeps early now. طب 26 توركم دي he was a player in the match. he was a player in the match. اشكرك يا باهي. عبد العزيز. عبد العزيز سعيد. ايوه يا مستر. اتفضل يا عبد العزيز. ايوه يا مستر. 27 نمبر بي بي during my lunch. 28 نمبر بي he doesn't like it now. 29 number D. D. طيب 30 30 number C. C did you like? Okay, أشكرك. نعم. طيب شايف حاجة في التدريب؟ لا يا أولاد، يا أولاد بقى تعلموا بالعكس. محدش يتكلم كده لوحده كده يا أولاد. حدش كلمة كده لوحده. ارفع ايدك يا حبيبي. اللي مش فاهم حاجه ينفع ايده، انا معاك يعني مش مشكله. ارفع ايدك، احنا مش فاهم حاجه ينفع ايده. قولي يا عيد. قولي يا عم عزيز عم. اللي هي رقم 24. 24. مالها 24؟ احنا اخترنا ديزني كيو سولو. طب انت عايز تختارها ايه؟ يوز دي 2. طيب إيه المعنى ايه؟ انه كان معتاد ان هو يدخل مال. طب ودلوقتي؟ has a lot of money. واحدة 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 واحدة. هو كان متعود يدخل. ايوه صح؟ ايوه. فنتيجة الادخار ان يبقى معاه فلوس وقت الادخار. يبقى معاه فلوس فين؟ مع فلوس في حسابه في البنك. قلت له ايه؟ البنك اكاونت. طب اصبر بس خليك معاه واحده واحده. واحده واحده مش مستعجلين. لو انا قلت he used to save money معناه
إن هو اعتاد إنه يدخن في الماضي والآن لا يدخن. والآن إيه؟ أيوة. والآن إيه؟ لا ما تقوليش أيوة وخلاص. الجملة لها معناه لا شقين في المعنى. يوستو معناه كان معتاد أن يدخن والآن لا يدخن. طب واحد ما بيدخلش فلوس هيبقى معاه فلوس في البنك ازاي؟ ايوه ماشي. هتمشي؟ لا مش هتمشي. الله ينور عليك. انا فاهم بقى هي جت معاك ازاي. هي جت معاك قال لها يا مستر ما هو فضل يدخن يدخن فكانت النتيجه ان هو دلوقتي معاه في ايه؟ معاه فلوس. معاه فلوس. ده اللي من خلالها انت قلت لي هي ليه يا مستر ما تبقاش يوزد تو. ولكن الجملة لا تحتمل ذلك. أنا مدخن فلوس فأنا معايا فلوس وقت أنا مدخن. طب أنا ما عدتش بدخن فلوس. ما هو مادام ما عدتش بدخن فلوس يعني أنا بصرف يعني خلاص ما عادش فيه فلوس كتير في البنك. وصلت؟ تمام يا مستر شكر. بس هو ده هي دي القصة بتاعت الجملة 24. طيب اللي عنده سؤال تاني. قول يا محمد يا مرشدي. مستر وده كتاب نسخة ايه يا مستر عشان ده اخر نسخة يا محمد 2023 بس انا معايا الكتاب بتاع 2022 وحليت من عليه فلقيت يعني الاسئلة مختلفة فاستغربت بصراحة. معلش معلش خلاص انا يعني انت على ما تجيب الكتاب بتاع 23 ده بتاع الملف ده 23 هبعته على واي جزء هنشتغله برضه هبعته على الجروب بحيث انه يبقى معانا كلنا ويبقى مصدر واحد من الحل اللي هو اخر سنة. تمام. طيب احنا المره اللي فاتت شرحنا ايه يا حبايبي؟ الماضي البسيط يا مستر. طيب ما شرحناش اي حاجه تخص الفوكاب؟ لا. حلو. خدنا حفظ قد ايه؟ لحد كلمه اول صفحه والصفحه الثانيه اول جدول كده. جميل مستر. اول جدول واخر جدول. رائع رائع. طيب داليا. يا مستر. هو يعني ايه مستدام يا داليا؟ sustainable. spell it. قولي لي حرف. s s u s u s t a i n a B L E. great. طيب كمان كلمة قولي لي يعني ايه معزول؟ لا معزول isolated. تمام. I S O L A T E D. great. I S O L A T E D. شكرا يا داليا. ميرنا قام. نعم. قولي لي يا ميرنا يعني ايه السياحة البيئية؟ ايكو توريزم. سبالك. اي سي او تي او يو ار اي اس ام. great. طب مهدد بالانقراض. endangered. اي ان دي اي ان جي اي ار اي دي. great. عظيم. مين يا ضعيمان؟ محمد مرشدي. يعني ايه جهة الوصول او وجهة السفر؟ destination. destination. مشتملا على including. ing. زين زين زين. ندى سرحان. ندى مع حضرتك. مواد خام يا ندى. materials. m a r e m a t e r i a l s. great. طب يعني ايه يتورم؟
swell up S W E L L U B. Great. جدع. إسراء. ما حضرتك يا مستر. قولي لي يا إسراء هو يعني إيه نظام بي إي؟ يعني إيكو سيستم. تمام. إي سي أو S U S T E M. تمام. طب قولي لي يعني إيه يتواجد أو يوجد؟ السبب. تمام. E T A E F I S T. ها؟ إيه؟ قوليها تاني يتواجد أو يوجد exist دي قوليها تاني. E X I S T. جدع E X I S T. إياد. تمام. البيئة يا إياد. البيئة environment. E N I R O N M E N T. great. طب متميز أو فريد من نوعه؟ متميز أو فريد من نوعه sense. لا sustainable دي مستدام. يعني لو تقول لي sustainable معناها مستدام. متميز أو فريد من نوعه؟ أيوة. انكيو اسمها يونيك. يونيك اسمها يو ان اي كيو يو اي. great. يلا يا اياد. ايمان. ايمان سليمان. ايمان باهي. قولي يا ايمان يعني ايه يتلف؟ ايه يتلف؟ يتلف. يتلف تلف ضمن يتلف او يدمر يعني. دمج صح. قولي حروفها بقى. دي اي دي اي ام اي جي اي. تمام. مين؟ طب يعني ايه يعلم او يدرس؟ يعلم او يدرس او ست. educate. يلا قول احمر. اي دي يو سي اي تي اي. جدع جدع يا ايمان. باهي. باهي. عزيز. ايوه مستر. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. قول لي يا عبد عزيز يعني ايه الشخص المحافظ على البيئه؟ conservationist. هي اسمها conservationist. conservationist. يلا قول حروف. C O N S E R V A T I O N I S T. great. عظيم. طب قول لي يعني ايه تأثير؟ يعني ايه تأثير؟ impact. I M B A C T B A C T. great. عظيم يا ولاد. انا مبسوط بيكم مبسوط بيكم. مستني بقى اشوف بقى الكلام ده في الامتحانات ان شاء الله. طيب حلو جميل. احنا قلنا خدنا بقى اللي هي كانت اول صفحه صح، والحد لحد اللي قبل الفوكابول ليسننج صح. ايوه يعني احنا ناخد من اول فوكابول ليسننج بس. احنا كنا خدنا بتهيألي جزء خدنا كمان الاكسبريشن والايديت. ماشي خلاص. طب انا هقرا الكلمات وبعد كده نشوف. الون A night. Biologist. Biology. Bite. Book. Center. Cook. Guide. Insects. Luggage. Internal flights. Mainly. Observe. Orangutan. Cats. Disaster. Drop. Feed. Fussy eater. Too early, rainforests,
sound, spider, activity, attractions, carnival, council, cruise ships, effect, encourage, plaza, population, repeat, residence, special, sunbathe, type, victim. طبعا احنا كنا واخدين المره اللي فاتت الاكسبريشنز. Manage to, advantages of, blow off, keep as, impact on, give to, important for, important to, number of, popular with, stay in, conserve, conservationism, conservationist, conservative, design, design, designer, designed, develop, development, developed, developing, educate, education, educator, educational, educated, endanger, endangerment, endangered, environment, environmentalist, environmental, isolate, isolation, isolated, limit, limit, limited, protect, protection, protective, spice, spice, spicy, sustain, sustainability, sustainable, swell, swelling, swollen, volunteer, voluntarist, volunteer, volunteerism, voluntary. شوفوا الكلمات دي كلها اللي هي السينونيمز والانتونيمز دي اللي هي اصل عفوا الديرفيتيفز اللي هي الاشتقاقات. انا لو حافظ الفعل ما خلاص هعرف الباقي. يعني انا لو عارف conserve هعرف conservationism وconservationist وconservative. لو انا عارف design هعرف designer وdesigned. لو انا عارف develop هعرف الباقي. فانت ركز على الفعل تعرف منه الباقي. الجدول بقى بتاع السينونيمز والانتونيمز ده كده يكون اهم جدول خالص في الموضوع كله. فمهم جدا نبقى مهمين بيه. avoid, avert, stay, away from. الword avoid معناها يتجنب. السينونيم المرادف بتاعها اللي بيساويها avert يبتعد عن, stay out, stay away from يبتعد عن. الانتونيم بتاعتها face, seek, يواجه. develop, promote, regress, flourish, prosper, decline, decrease, exist, remain, stay, vanish, debarred, famous, well-known, celebrated, unknown, ordinary, fortunately, fortunately, luckily, happily, unfortunately, unluckily, giant, colossal, gigantic, tiny, minute, minute اللي معناها دقيقة بتدي ضئيل الحجم, limited, restricted, definite, unrestricted, unlimited, natural, normal, ordinary, abnormal, unnatural, remote, distant, far away, near, close, sustainable, continual, lasting, permanent, temporary, unsustainable, unique, exceptional, special, normal, ordinary. ونظرا لان انا عارف انتوا لسه ما شاء الله عليكم يعني في اولى ثانوي اكيد انا مش هديلكم الجدول ده كله حفظ. ليه؟ لان السينونيمز والانتونيمز محتاجه ان احنا على مهلنا, مش مهم فيها الكم, المهم فيها الكيف. لذلك احنا ناخد اول اربعه بس هم اللي يبقى علينا حفظ, وكل ما ناخد شويه. ولكن وانتوا بتحلوا هتبصوا على الباقي عشان تعرفوا تحلوا. فهمتوا الحفظ اللي عليكم ايه؟ ايوه بس. اوكي. طب اللي حابب يحاول ويجاوب ويقرا يتفضل برفع يده. يلا. Raise your hand. قول يا مرنا. We should all work together to protect. Great. Protect the environment. نعمل ايه في البيئة يا مرنا؟ نحميها. نحميها. داليا سراج.
تمام يا مستر. Avoid that smoking has a very bad impact يا مستر. Impact اللي هي بتسوي كلمة effect اللي معناها تأثير لو تأثير سيء جدا علينا. إياد هتبقى تمام. I like to go to Sharm el Sheikh to see the coral reefs of the Red Sea. Great. Coral reefs. Letter A اللي هي الشعاب المرجانية. مهند when I was in داخل متأخر ليه يا مهند؟ أنا آسف يا مستر، حاولت أخش لكن اللينك ما كانش بيدخلني عشان تسجيل الدخول، فمسحت البرنامج وحملته تاني. طب بص يا حبيبي، لما تواجهك مشكلة أنا ببقى بنزل اللينك قبلها بفترة، يعني قبلها بربع ساعة بعشر دقايق، يبقى قول لي على طبيعة المشكلة، تمام؟ بس في حاجات متأخر يعني. يلا خير. يعني. يلا يا حبيبي. When I was in خان الخليلي I was very annoying. أني واحدة سي ولا دي؟ دي. لا annoying دي معناها مزعج. هل أنت كنت مزعج ولا منزعج؟ لا annoyed منزعج. annoyed بالإي دي، يعني أي صفة فيها إي دي يبقى هنا بقى وقع عليك التأثير. وقع عليك إيه؟ تأثير، يعني أنت اللي منزعج. إنما الصفة المنتهية بأي إن جي أنت من تتسبب فيها. فأنا لو قلت annoying يبقى أنت المزعج. وصلت يا مهند؟ وصلت. عبد عزيز. أيوة مستر. تفضل. We should encourage our children to know everything about our areas in the desert and appear Egypt. تبقى limited. لا مش limited، مش مناطق محدودة. اللي بقى في الصحراء دي بتبقى منطقة يا عبد عزيز، تبقى isolated، يعني تبقى منطقة منعزلة. وصلت؟ تمام. اوكي، اللي حابب يقرأ ينفع ايده. Ecotourism السياحة البيئية، اللي حابب يقرأ ينفع ايده. وليه داليا؟ Ecotourism is about providing holidays to places which are often endangered and isolated. أعرف عند كل وقت يا مستر ولا كمل على طول؟ كملي لحد الفقر، يعني خلصت الفقر. تمام ماشي. The holidays are designed to have a limited impact on the local environment and to educate tourists about conservation. Great، حسن. Reading text بيتكلم عن الإيكوتوريزم اللي هي السياحة البيئية. Is this the future؟ يعني هل السياحة البيئية دي هي المستقبل؟ فالمقال بيبدأ بسؤال: What is ecotourism؟ هي إيه السياحة البيئية دي؟ Ecotourism is about providing holidays. هي إن إحنا نحاول نوفر holidays. Holidays اللي هي الأجازات يعني. To places which are often endangered. اللي هي في الغالب كده مهددة بالخطر، بخطر الزوال، and isolated وبكون منعزل. The holidays are designed. الشاطر اللي هيجي يقول لي بقى اللي هي are designed دي زمن ايه؟ are designed دي زمن ايه؟ زمن ايه؟ مضارع بسيط. مضارع بسيط ازاي؟ مضارع بسيط ازاي؟ يعني انا عندي فعل في اخره اي دي، ازاي مضارع بسيط؟ بس سيمبل صح؟ ايه؟ مضارع بسيط عشان طب انا هاخد ايه في الاي دي؟ يا شباب ازاي مضارع بسيط في اي دي؟ مضارع كل واحد يقول رايه، يعني ما حدش يتناقش مع الاخر، النقاش معايا انا فقط. ما حدش يتناقش مع الاخر. مضارع بسيط. مين بقى بيقول مضارع بسيط ومصمم؟ انا مرن. مين؟ معنى أشكرك يا مان. هي مضارع بسيط. نركز بقى. ما احنا لو ركزنا المرة اللي فاتت في زمن الماضي البسيط، لما قلت لكم I played مثلا football
انا لعبت كرة القدم. طب ماشي، ماضي بسيط اهو في ايدي. طب لما هنجيب فوتبول في الاول قلنا هنجيب واز، وبعد الواز هنجيب بلايد، وقلنا ان واز بلايد برضه ده ماضي بسيط، بس ماضي بسيط ايه؟ باسيف مجهول. دي نفس القصه، دي بريزنت سامبل، يعني ده زمن مضارع بسيط بس باسيف مجهول. وقت ما بلاقي، وقت ما بلاقي ام او اس او ار زائد فعل في التصريف الثالث، الشكل ده بيبقى اسمه ايه؟ مضارع بسيط مبني للمجهول. وصلت؟ تمام يا مستر. اوكي، الميزه عندنا ان احنا ما بنفوتش حاجه. الميزه عندنا ان الملاحظات اللي في النص بنقولها، فانت لازم تكون مركز معانا في الملاحظات دي. The holidays are designed to have a limited impact، يكون لها تأثير محدود on the local environment. خلي بالك ان impact اللي معناها تأثير بتاخد preposition on، على البيئة المحلية. and educate tourists، ونعلم السياح about conservation، عن الحفظ. نحفظ نحفظ. اوكي. اياد، اتفضل يا اياد. تمام يا مستر. Egypt is developing ecotourism to protect the environment along the Red Sea coast. Tourists can stay in hotels built of environmentally friendly natural material. When tourists go diving, they are so how to avoid damaging the fish and keeping the special coral reefs safe. قول. أكمل؟ لا خلاص. That's enough. Egypt is developing. أنا بقى لما أجي أقول لك بقى، لما أجي أنا أقول لك بقى اللي هي is developing، ده الزمن ده إيه؟ هترد عليا وتقول لي ده إيه؟ مضارع مستمر. الله ينور. The present continuous. ليه؟ لأن أنا عندي am و is و are، وبعد كده عندي فعل في آخره ing. فمصر بقى بتطور السياحة البيئية to protect the environment along the Red Sea coast، عشان تحمي البيئات بطول ساحل البحر الأحمر. على فكرة أنت لما بيبقى عندك اسم بحر الأسماء بتاعته أول حرف بيبقى capital، يعني red capital letter، C capital letter. Tourists can stay in hotels، يعني السياح ممكن يقوموا في فنادق. Belt of مبنية من، belt of معناها مبنية من. على فكرة belt ده إيه؟ اختصار بلت ديت ايه؟ بلت ديت ايه؟ صار ليه؟ صار. حد يحاول يخمن كده ويقول لي ايه؟ يعني اصل ديت ايه؟ ايه؟ وير بلت؟ ويتش ار بلت بار؟ مين اللي قال بقى ويتش ار بلت؟ مين الشاطر الجميل اللي انا انت مين؟ محمد؟ محمد المرشدي؟ مستر. بشكرك فعلا، بشكرك. ايوه الجمله دي كان اصلها كده، which are built. اصلا الجمله مجهوله، يعني انا بقول ايه؟ ان السياح بيقوموا في فنادق مبنيه، بنيت او تبنى. تبنى دي يعني مجهول، ولسه قايلين المجهول في المضارع البسيط اما واذا وار، والفعل في التصريف التالي. طيب بس عشان ان السياح يقوموا في الفنادق دي جمله، يعني لحد كلمه هوتيلز دي جمله مبنيه من مواد صديقه للبيئه جمله. ما ينفعش عندنا في الانجليزي جملتين يجوا جنب بعض من غير واصله. ما ينفعش عندنا في الانجليزي جملتين يجوا جنب بعض من غير ايه؟ واصله. هو معلش يعني انا وقت عندي راس شاحن وعندي موبايل، هل الموبايل هيشحن من غير الواصله اللي تبقى تتوصل للراس بتاعه الشحن وتتوصل للموبايل؟ هيشحن مش هيشحن؟ نفس القصه. انا عندي جمله اهوت بتقول لي السياح بيقيموا في الفنادق، عندي جمله ثانيه بتقول لي مبنيه من مواد صديقه للبيئه. دي جمله ودي جمله، عشان يجوا جنب بعض محتاج واصله. الواصله بتبقى ضمير وصل اللي هي ويتش. فعشان كده ويتش ار بيلت معناها التي تبنى، التي تبنى.
جميل، عرفنا التي تبنى وزي فل. طيب في ملحوظة تانية في هذا السياق؟ اه طبعا، قال لك بقى لما انت بتلاقي which وجنبها verb to be وتصريف ثالث اللي هو يعني بتجيب ضمير الوصل مع صيغة المجهول، تقدر تحذف ضمير الوصل، بس عشان تحذفه تحذف الverb to be. فهيتكتب بطريقة من الاثنين، يا اما تقول لي tourists can stay in hotels which are built، يا اما tourists can stay in hotels built. يعني يا تلات كلمات يا كلمة واحدة، يعني يا built يا which are built. لا تنفع which built ولا تنفع are built كده، لا يا تلاتة يا واحد، يا اما التصريف الثالث اللي هو built يا اما which are built. وصلت؟ اوكي. ودي طبعا هتيجي في الجرامر لما نيجي ناخدها برضه بقى. فمبنية من environmentally friendly natural materials، من مواد صديقة للبيئة. على فكرة اسمها على بعض كده environmentally friendly، بس لازم تبقى أنت واخد بالك إن environmentally لوحدها حال، environmentally لوحدها ديت إيه؟ حال. سامعني؟ إيه سامعني يا أولاد ويا بنات؟ أنا بقول environmentally حال، سامعني؟ تمام يا استاذ. وفريندلي صفة، وفريندلي ايه؟ صفة. طب ازاي بقى هما الاثنين منتهين بالواي؟ ما هو الوضع الطبيعي لو عندي ال واي ده حال، انما بقى الوضع الغير طبيعي ان يبقى عندي ال واي وتبقى صفة، ودي حالات شاذة زي فريندلي كده، دي حالة شاذة. When tourists go diving، لما السياح يروحوا يغوصوا، طبعا جو بيجي بعدها اي ان جي، ما فيش اي مشاكل اطلاقا. They are taught. مين الجميل بقى اللي هيقول لي اه توت ده زمن ايه؟ مضارع بسيط بس present simple ناقصه passive. طبعا passive يعني. طبعا السياح بيتعلموا how to avoid damaging the fish، بنتجنب ان احنا ندمر السمك، and keeping the special coral reefs safe، ونحافظ على الشعاب المرجانيه امنه. على فكره بس على فكره على فكره keep بيجي بعدها مفعول وبعد المفعول صفة. يعني أنا أقول لك keep him alone، خليه لوحده، سيبه في حاله يعني. keep him alone، keep him alone، خليه لوحده. فkeep مفعول وصفة. أوكي، مين عليه الدور يقرأ؟ قول يا محمد يا منشدي. يا مستر. اتفضل يا جميل. مادغاسكر. Okay. Madagascar is famous for its ecotourism and wants to protect its ecotourism ecosystem. The animals and planets in its environment, 80% of the animals and 90% of the plants that live there don't exist anywhere else in the world. Lemurs, for example, only live. ماشي، اوكي. هنا بقى القطعة دي بيتكلمنا عن مادغاسكر، اللي هي مدغشقر. It's famous for its eco-tourism. يعني مادغشقر دي شهيرة بالسياحة البيئية بتاعتها. And wants to protect its ecosystem. احنا اتفقنا مع بعض ان ecosystem ده اللي هو النظام البيئي. Ecosystem ده اللي هو النظام البيئي. النظام البيئي اللي هي the animals and plants in its environments، اللي هي النباتات والحيوانات في البيئة بتاعتها. 80% of the animals، 80% من الحيوانات. And 90% of the plants، و90% من النباتات that live there، اللي عايشة هناك don't exist. Don't exist يعني معناها لا تتواجد anywhere else in the world، في أي مكان تاني في العالم. Lemurs، اللي هي حيوانات الليمر for example، على سبيل المثال، only live in Madagascar، مش بيعيشوا في مادغشقر بس. شكرا يا محمد. مفيش حد تاني حابب يقرأ ولا إيه؟ عايز حد ما قرأش
ينفع ايده. طب اختار انا، قول يا مهند. تمام. ذكر جميل. The glab. Galapagos Island. Okay. The Galapagos Island. The Galapagos Island in Ecuador. Ecuador. In Ecuador are famous of the unique animals such as the giant turtles which live there. Ecuador makes sure that tourism is sustainable. Only a limited number of people can visit the islands each year, so the animals and their environment are safe. أقف لحد هنا؟ ماشي، أقف لحد هنا. حد يقرأ لنا الكومودو بالمرة عشان نعلق مرة واحدة. ندى سرحان. حضرتك يا مستر. اتفضلي يا ندى. ذا كومودو ناشونال بارك از ان Indonesia is a popular ecotourism destination. Much of Indonesia's endangered wildlife, including the Komodo dragon, can only be found here. The national is also famous for its beach with pink sand. تمام. هنا بقى بيقول لي the Galapagos Islands in Ecuador. يعني جزر Galapagos في Ecuador are famous for the unique animals. هي طبعا شهيرة بالحيوانات المتفردة such as the giant turtles which live there. زي السلاحف العملاقة اللي عايشة هناك. Ecuador makes sure that tourism is sustainable. الإكوادور بتتأكد إن السياحة هنا مستدامة. Only a limited number of people. عدد قليل بس من الأشخاص can visit the islands each year. بيزور الجزيرة كل عام. So the animals and their environment are safe. عشان تبقى الحيوانات والبيئات بأمان. Komodo National Park in Indonesia. لو منتزه كومودو الوطني في إندونيسيا. Is a popular ecotourism destination. The مقصد سياحي صديق للبيئة يعني. سياحة بيئية. Much of Indonesians endangered. معظم الـ wildlife الحياة البرية المهددة بالخطر في إندونيسيا. Including the Komodo dragon. تنين كومودو. Can only be found there. هذا تنين كومودو اللي هو اللي فوق ده. زي ما بقول هناك the national park is also famous for its beach with pink sand. هو طبعا الناشونال بارك شهيره بالشاطئ بالرمال بتاعتها. خليكم معايا لحظات بعد اذنكم.
لو سمعت حاجة يا أولاد قولوا لي. أيوة مستر سمعين. نحاول نستمع بعد. ما كنتش سامع قبل كده حاجة. لما أنت قلت لحظات. وجاي ما سمعتش حاجة خالص. لا سيبك من اللحظات. دلوقتي سمعته في نص بيتقال. سمعته بدايته؟ لا. طب ثواني. أنا هسكت. أنا هسكت وفي كلام تاني هيطلع دلوقتي. لما تسمعه قولوا لي. سمعتوا حاجة؟ لا أستاذ. ثواني 10 من الحين. سامعين حاجة؟ لا يا مستر بان. يعني الصوت مش شغال؟ لا سامعين صوت حضرتك. سامعين ايه؟ سامعين صوت حضرتك بس. انما وشايفين صورة بس ما فيش صوت عندكم شغال صح كده؟ اه صح. طب ثواني بقى خليكم. ايوه حاول تقفل المايك كده وكله يقفل المايك ونسمع ممكن نسمع حاجة. سمعتوا حاجة؟ لا لا برضه لا خالص بصراحة. لسه سامعين حاجة صح؟ طب خليكم معايا ثواني. ثواني بالظبط اقول لكم انا هنعمل ايه. لو سمعت حاجة قولوا لي. مستر طيب لما تبقى حضرتك تبعته لنا واحنا نبقى نسمعه. خليكم بس معايا ثانية واحدة. ثانية واحدة. سمعتوا حاجة؟ لا يا مستر برضه. ايه؟ ما سمعتوش برضه؟ لا برضه. طب ثانية. ثانية واحدة بس. هي فيها خطوة كده بس أنا أطبق عنها فيها. ماشي يا ولاد. المرة الجاية إن شاء الله أكون ظبطت الموضوع ده بحيث إنكم اللي أنا عايزكم تسمعوه تسمعوني. Anyway النص ده ما بين لوكا وكلارا. لوكا بتقول إحنا نعرف عن الإنسان الغاب اللي هو الأورانجوتانز. Last summer I decided not to go on holiday. فأنا كنت أنا ماشي في أجازة غريس اليونان with my friends but to do something different. نعمل شيء مختلف. So where did you go? رحت فين؟ Well, as I'm studying biology, أنا بدرس علم الأحياء. I thought I'd go to Indonesia. Indonesia هي إندونيسيا. To find out more about the orangutan there. عشان أكتشف عن إنسان الغاب هناك. So I booked a holiday with an eco-tourist company. حجزت أجازة مع شركة سياحة بيئية and went to Bern. رحت Bern.
What was it like? شوف what was it like يعني كيف كان حالها مش ماذا تحب كيف كان حالها. A bit of disaster. Cancer. Although I did love the rainforest. رغم أن أنا كنت بحب الغابة. When we got to Jakarta, لما وصلنا لجاكرتا, we caught an international flight to Berlin. Caught ده زمن إيه؟ ماضي بسيط. Past simple. يعني إحنا لحقنا برحلة داخلية لبرلين. But my luggage never arrived. الحقائب بتاعتي لم تصل. So I had to buy new clothes. اضطريت اشتري هدوم جديدة. The next morning, وفي الصباح التالي, we took a boat up the river. خدنا قارب بقى للنهر to the Orangutan Center, لمركز إنسان الغاب. And while I was leaning out of the boat, وأنا متكئ خارجا من القارب, to take photos, عشان نلتقط الصور, I dropped my camera. أنا الكاميرا بتاعتي وقعت مني. وخدت بالكم while, جاي بعدها past A. While جاي بعدها past A. ماضي مستمر. اسمه past continuous. من الناحية التانية ماضي بسيط. قام قال له كلارا قالت oh no did you manage to get it back جبتها no way اطلاقا the river is really deep نهر عميق جدا so I just had to leave it اضطريت ان انا اسيبها but I was very annoyed ولكني كنت منزعج but at least I had my phone كان معي تليفوني it took 2 days to get to the center خد يومين عشان نصل للمركز so while we were sitting on the boat واحنا قاعدين في القارب The guy told us all about the Orangutans. المرشد قال لنا كل حاجة عن إنسان الغاب and what the conservationists are doing there. وكمان اللي هم المحافظين على البيئة بيعملوا إيه هناك. It sounded really exciting. الفعل sound من ضمن الأفعال اللي بيجي بعديه صفة ومعناه يبدو. فأنا بقول لك sound exciting يعني يبدو أن هذا الأمر مثير. When we arrived in Mosanna, the guy introduced us to the people working there. المرشد يعني قدم لنا الناس اللي شغالة هناك. And then we had dinner. تناولنا العشاء. What was the food like? الطعام كان عامل ازاي? Like هنا مش شغالة كفاعل. Like هنا مش شغالة كadverb. كيف كان حال الطعام? مش فاعل هنا. It was mainly rice and vegetables. كان رز وخضار. But they were very spicy. يعني كانت حارة جدا. I don't like spicy food. وأنا ما بحبش الطعام الحار. So I only ate the rice. أنا بس كلت الرز. But the end of the week, بنهاية الأسبوع, I was eating the vegetables and fresh dough. رغم ذلك بقى, رغم إن أنا ما كنتش يعني هو كان رز وخضروات وهي كان حار وأنا ما بحبش الطعام الحار بس بقيت باكلهم يعني. Clara قالت, well, I'm glad to hear you're not such a fussy eater. أنا مبسوط أنك مش fussy eater. يعني إيه fussy eater يا أولاد؟ Fussy eater. شعب إرضاء الطعام. يعني شخص يصعب إرضاؤه في الأكل. يعني شخص مانغ. ده عشان هو يبقى مانغ في الأكل. What did you do every day? طب أنت كنت بتعمل إيه كل يوم؟ We got up at about 6 every morning. كنا بنصحى الساعة 6. That's when the sun rises. ده الوقت اللي الشمس بتشرق فيه. Had breakfast. تناولت الإفطار. And then tracked into the forest. بعد كده بقى تجولت في الغابة. To learn about orangutans. عشان نتعلم عن إنسان الغاب. From the people who were looking after them. من الناس اللي كانوا بياكلوا بيهم. Did you feed them? أطعمتهم. No, they're wild animals. حيوانات. مفترس not pets مش حيوانات أليفة we just observed them احنا بس بنلاحظهم made notes بناخد ملاحظات and took photos وبنلتقط صور we also learned about other animals عرفنا عن الحيوانات الأخرى birds طيور insects حشرات in the rainforest في الغابة unfortunately at the end of the week in the first week بنهاية الأسبوع الأول A spider bit me while I was sleeping and my arm swelled. كان في سبايدر عضني وانا نايم ودراعي انتفخ. Clara قالت, so what happened? طب ايه حصل؟ طبعا اسبوع مزري. هو كان في الاخر
كده. حد يعرف الكلمه دي معناها ايه؟ miserable. miserable حد يعرف يا مستر الكلمه اللي انا كتبتها miserable؟ حد يعرف؟ مش شايفها بصراحه. انا كتبتها يعني بائس. بائس بائس يعني اسبوع بائس. هو كان بائس. ايه اللي حصل بقى ان انا اضطريت اروح للمستشفى بقى؟ The nearest hospital was 200 kilometers away. مستشفى على بعد 200 كيلو. I had to go by a helicopter. رحنا بالهليكوبتر. I stayed there for a week. قعدت اسبوع في المستشفى all alone لوحدي. And then went back to the center. رجعت تاني للسنتر. But as soon as I got back I was ill. لما رجعت تعبت تاني يعني بخلاف اللي حصل لي تعبت تاني بعد ما دراعي انتفخ من السبايدر تعبت تاني بقى. One of the tourists was making the dinner. واحد من السياح كان بيعمل العشاء that night في تلك الليلة. And he wasn't a good cook. ما كانش طباخ جيد. He didn't clean. لم ينظف the fresh property السمك بشكل جيد. And everybody was sick. كل واحد كان تعبان. I'm staying at home this summer. لا أنا أقعد في البيت بقى هذا الصيف. Okay. مطلوب مننا يبقى إحنا هنقرأ a popular problem دي. هنقرأ في البيت. وهنحل التشيك بوينت دول اللي هو صفحه 13. هكذا بقى. يعني ايه conservation؟ conservation يعني المحافظه على البيئه، يعني the protection of natural things such as animals, forests, etc. to prevent them from being spoiled or destroyed. يعني دي حمايه الأشياء الطبيعية زي الحيوانات والنباتات والغابات عشان نمنعها من إن هي تتلف أو تفسد أو أن تدمر. ده بالنسبة للconservation. Ecotourism دي السياحة البيئية بقى. The business of organizing holidays to faraway natural areas. ده عمل بقى إن إحنا بننظم أجازات للمناطق الطبيعية البعيدة where people can visit and learn about the area in a way that will not hurt the environment. هناك بقى الناس بتزور وبتتعلم عن المنطقة بطريقة لا تؤذي البيئة. Endangered معناها مهدد أو معرض للخطر، تحديدا خطر الانقراض. أن تنقرض. An endangered animal or bird etc. one that may soon no longer exist. ده اللي ما عادش هيبقى موجود. Because there are so few of them. عشان ما فيش منهم إلا قدر قليل فقط. ما فيش منهم إلا حبة بسيطة يعني. عشان كده ده بيبقى endangered. طب إيه بقى هي الـ environment؟ The environment is the people and things that are around you in your life. الناس، الأشياء اللي حواليك في حياتك. For example, the buildings you use. يعني الأبنية اللي أنت بتستخدمها دي من البيئة. People you live or work with. الناس اللي انت عايش او بتشتغل معهم دي البيئة. The general situation you are in. الموقف العام اللي انت فيه ده اسمه بكل ده بي. كل اللي حواليك ده البيئة. Impact. تأثير. اللي احنا من شوية قلنا بتسوي ايه؟ تسوي ايه؟ نايمين. انتوا نايمين. انتوا نايمين. تسوي ايه؟ اقول افضل اقول ايه 3 4 10 مرات. المهم الامباكت ده مايكس اوف بليز بقى the effect or influence that an event situation has on someone or something. يعني ده التاثير او الاثر اللي موقف او حدث بيسببه في شخص او شيء اخر. ده تاثير. لين معناه يميل او يتكئ. To move or bend your body in a particular direction. إنك بتحرك أو بتثني جسدك في اتجاه معين. Materials يعني مواد خام. Solid substances يعني مواد صلبة. Such as wood زي الخشب. Plastic or meat. البلاستيك أو المعدن. Spicy يعني حار. The spicy food that is spicy and has a pleasantly strong taste. الطعام الحار بيبقى حراق ليه مذاق قوي لذيذ. And gives you a pleasant burning feeling in your mouth. بيخلي بقك كده محروق بشكل حلو يعني. ده spicy. طب sustainable. Sustainable معناه مستدام.
يعني able to continue without causing damage to the environment. قادر انك تستمر بدون ان تسبب التلف للبيئة. swell up معناه يتورم. To become larger and rounder. أن تصبح أكبر أكثر استدارة than normal من المعتاد. Usually related to parts of the body. متعلقة بأجزاء الجسم. Subtract معناه يترجل. يعني أنت تمشي بصعوبة في مكان صعب التضاريس أصلا. To go on a difficult journey especially in thought. إنك بتروح في رحلة صعبة وتحديدا سيرا على الأقدام. طب unique معناه متميز أو فريد من نوعه. Being the only one of its kind. تكون الوحيد من نوعك. أوكي. ده بالنسبة للتعريفات. التعريفات دي مهمة جدا. جدا يعني. لازم تبقى حافظ الكلمة وفاهم التعريف عشان لما تسأل فيه تعرف. خلي بالنا بقى. في فروق في المعنى ما بين بعض الكلمات. يعني أنا في فرق ما بين beach وشور وكوست وبانك. beach معناه بلاج. يعني ده الجزء الرملي اللي بيبقى موجود على حافة البحر. ده اسمه beach يعني بلاج. By 9 o'clock the beach was already crowded with people. قبل الساعة 9 الشاطئ كان بالفعل مزدحم بالناس. يبقى beach ده الجزء الرملي. Shore ده الشاطئ. يعني ايه شاطئ؟ هو مش شرط الجزء الرملة. ما دام انت داخل في قلب الميه ورجلك لمسه الارض حتى وانت في الميه فده اسمه شاطئ. ده اسمه شور. لذلك لما في سفينه بتصل على الشاطئ بقول ان هي ريتشد اشور. يعني وصلت للشاطئ. لا طب وهي السفينه هتطلع على الرمله؟ لا مش هتطلع على الرمله. بس الشاطئ بتاعها اللي هو البر يعني وصلت للمكان المعين اللي بترسو فيه ده اسمه شاطئ. كوست معناها ساحل. الساحل ده اللي بيبقى موجود على الخريطة. مارينا is located on the north coast of Egypt. يعني مارينا على الساحل الشمالي لمصر. إنما بنك معناها ضفة النهر أو القناة بغض النظر عن معناها كبنك يعني مصرف تعمل. They walked home along the river bank. يعني هم مشوا البيت بطول ضفة النهر. برضو في فرق ما بين souvenir, present, prize, reward. souvenir دي هدية تذكارية. لما بتروح عند الهرم فتشتري هرم أمور صغير كده هو وبالهول يبقى دي اسمها souvenir. I bought a model of the Eiffel Tower as a souvenir of Paris. أنا بقى اشتريت نموذج لبرج إيفل كهدية تذكارية من باريس. present معناها هدية بقى. في عيد ميلاد، في مناسبة. I give her a very special present for her birthday. أنا أديتها هدية جميلة جدا لعيد ميلادها. Prize جايزة بتفوز بيها. Scientists from Oxford shared the Nobel Prize. تشاركوا في جائزة نوبل for medicine in 1945. في الطب في 1945. إنما reward معناها مكافأة. مكافأة ودية بشكل ودي. Some parents give their children rewards. الآباء بيدوا لأطفالهم جوائز ودية for passing exams. ليه بقى؟ لأن في مكافأة تانية. في مكافأة تانية اسمها award. وأورد دي مكافأة رسمية. يعني أنا أجي أقول لك كده مو صلاح محمد صلاح يعني got the player of the year award. يعني حصل على جائزة لاعب العام في انجلترا. فدي جائزة رسمية بتعطى بشكل رسمي. فدي اسمها award. انما reward دي مكافأة ودية. برضو في فرق ما بين include و contain و consist of. include معناه يتضمن. ما بعده جزء مما قبله. يعني أنا لما أجي أقول the room price includes breakfast. سعر الأوضة بيشتمل على الإفطار. الإفطار ده مش كل السعر، لا ده جزء من سعر الأوضة. لأن سعر الأوضة جزء منه الإفطار، طب ما هو فيه النوم، طيب ما هو فيه خدمة واي فاي، طب ما هو فيه خدمات تانية كتير، فلما يبقى أنا عندي جزء من كل بيجيب include. إنما contain بيحتوي على شيء من داخله، من جواه.
thieves stole a purse containing banknotes. اللصوص سرقوا كيس نقود جواه عملات ورقية. فده جواه بقول كنتل. إنما consist of يتكون من اللي بعده هو كل اللي قبل. يعني هو the buffet consisted of several different Indian dishes. البوفيه اللي هو يعني الطاولة بتاعت الطعام كانت بتتكون من أطباق مختلفة عديدة هندية. فالأطباق المختلفة العديدة الهندية دي المكونات الأساسية بتاعت البوفيه. teach معناها يعلم، وهو بيجي بعدها المتعلم. Mr. Rida teaches us English. Mr. Rida بيدرس لنا إنجليزي. إحنا أهو إحنا المتعلمين. إنما learn معناه يتعلم، بيجي بعدها شيء. My son has learned many languages abroad. ابني تعلم لغات من الخارج. الاثنين بقى سواء teach أو learn بيجي بعدها to أو how to الفعل في المصدر عادي. يعني أنا أقول I taught my children. أنا علمت أطفالي how to play أو to play. يعني وجود الهاو اختياري، يعني مش مشكلة أوي، يعني تجيبها أو ما تجيبهاش مفيش مشكلة. طب my children learned تعلموا how to play أو to play the piano. يبقى إذا وجود الهاو هنا اختياري. تمام؟ في فرق ما بين endanger و endanger و endanger. endangered دي صفة معناها مهدد بالإنقاض. Many rare animals are endangered. العديد من الحيوانات النادرة مهددة بخطر الإنقاض. إنما in danger معناها في خطر. وإن ده حرف جر ودانجر ده اسم. يبقى many animals are in danger. هم في خطر. وخلي بالك. ما هو verb to be اللي هو الأر ده. ده verb to be. هو كده ولا كده بيجي بعديه يا إما صفة يا إما اسم عادي يعني. فممكن أجيب in danger كصفة، ممكن أجيب in danger اللي هي in اللي معناه فيه و danger الاسم اللي معناه خطر. in danger معناه يعرض للخطر بقى كفاعل. smoking in danger يعني التدخين بيعرض صحتنا للتلاف والدمار والتعب. sound خدناه من شوية زي appear زي seem بيجي بعدها صفة معناها يبدو. he sounds he appears he seems happy هذا الصفة، وكل ده معناه يبدو، هو يبدو سعيد. sound كاسم معناه صوت أو ضجة أو حس. I tried to open the door without sounds. حاولت أفتح الباب بدون صوت. as my father was asleep لأن بابا كان نايم. مين sound كصفة يعني شوف sound اشتغل كفعل معناها يبدو بيجي بعد صفة. sound اشتغل كاسم معناها صوت أو ضجة أو حس. sound كصفة معناها سليم أو معقول. he always gives me some sound advice بيدينا نصائح سليمة. حتى في مثل بيقول لك إيه sound mind is in sound body. حد يعرف معناه ايه الجملة؟ العقل السليم. الله ينور. العقل السليم في الجسم السليم. اوكي. طيب نيجي بقى للفرق ما بين drop و fall. drop ان تسقط. ده فعل اسمه فعل متعدي. يعني ايه فعل متعدي؟ يعني لازم يجي بعديه مفعول. انت بتسقط. او انت بتنزل. او انت بتخفض. او انت بتحذف. فبالتالي بعد ينزل او يخفض او يسقط او يحذف هجيب الشيء اللي نزل او اتخفض او اتحذف. While I was walking وانا ماشي I dropped my mobile. هذا المفعول وقعت الموبايل. The government should drop the prices. الحكومة يجب ان تقلل الاسعار. هذا المفعول اهو. Can you drop me off؟ نزلني هنا من فضلك. It wasn't good to drop my name from the guest list. ما كانش جيد انك تسقط اسمي من الجيست ليست. هي قائمة الضيوف يعني. إنما فول ده فعل لازم ما بيجيش بعدين مفعول. أنت اللي بتقع، أنت اللي بتسقط. While I was walking وأنا ماشي I fell and broke my leg. أنا وقعت وعورت رجلي أو كسرت رجلي. في حاجة غامضة حتى الآن. حد قال أيوه.
في حيوان بقى قول nowadays يا مستر معناها ايه يا مستر وبليزنت nowadays معناها هذه الايام هذه الايام ايه تاني وبليزنتلي معناها بشكل لطيف ماشي يا مستر شكرا يا مستر عفوا طب نخلي بالنا بقى من اللي جاي ده في فرق من in the end اللي بيساوي finally في النهاية و at the end of و by the end of in the end هي مكتملة يجي بعدها كاما أو تيجي في الآخر يعني in the end خلاص هي مكتملة في النهاية بتساوي finally the problem was solved by our great teacher تم حل المشكلة بواسطة معلمنا إنما at the end of بيجي بعدها اسم معناها في نهاية هذا الاسم في نهاية هذا الشيء at the end of the lesson في نهاية الدرس the teacher asked us some questions سألنا المعلم بعض الأسئلة at the end of جاي بعدها الاسم by the end of معناها قبل نهاية شيء يعني قبل ما الشيء ده ينتهي by the end of the year قبل نهاية السنة we will have finished our study هنبقى خلصنا الدراسة بتاعتنا يبقى in the end مكتملة معناها في النهاية at the end of محتاجة اسم by the end of محتاجة اسم ولكن by the end of معناها قبل النهاية إنما at the end of معناها في النهاية every day متصلة بيجي بعدها اسم وبتبقى هي صفة معناها يومي everyone should work hard to provide his everyday needs كل واحد يجب أن يعمل بجد لكي يوفر احتياجاته اليومية فدي صفة لأن جاي بعدها needs اللي هي اسم إنما every day منفصلة ده حال معناها كل يوم students go to school every day الطلبة بيروحوا المدرسة كل يوم except for Fridays إلا أيام الجمعة فده حال بيجي في النهاية أكيد بقى من أولى ابتدائي وأنتوا بتاخدوا الفرق ما بين arrive reach و get arrive يا إما يجي بعدها in أو at in ومكان كبير يعني مدينة دولة قارة at ومكان محدد he arrived in Alexandria هو وصل لإسكندرية مكان كبير he arrived at Alexandria airport مدام جبت مطار من مطار صغير جبت at طيب على فكرة يعني ممكن تيجي من غير مفعول أقول لك when did you arrive متى وصلت ما لو مفيش مكان مفيش حرف جر مع arrive reach بيجي بعدها المفعول على طول لأن معناها يصل إلى ما في أفعال كده في الإنجليش حرف الجر بتاعها منه فيه يعني منه فيه زي reach يصل إلى طب مين شاطر يديني مثال تاني بخلاف reach حرف الجر منه فيه ها يا مستر يعني بص ريتش معناها ايه يصل لا غلط إلى. غلط ما معناهاش يصل معناها يصل الى معناها ايه وصول معناها ايه يصل يصل الى بدون حرف جر ما عارفين يعني هي كده ولا كده معناها في حرف جر حد عنده في دماغه اي فعل تاني معناه بالعربي في حرف جر ايه؟ يسكو يصل الى السامع علي صوت يسكو يصل الى ما مش فاهميني برضو انتو مش فاهميني انكلود يا مستر انكلود دلوقت ممكن. ايه؟ ممكن انكلود يشتمل على انكلود يشتمل على جميل انكلود ايه تاني؟ ممكن اي جو هوم لا بس ده عشان دي هوم لا اكسبشن يا ولاد يستمتع يعني ايه؟ enjoy enjoy يستمتع بيه طب في تاني ايوه admire يعجب بيه admire يعجب بيه في يلتحق join يلتحق بيه في ايه؟ admit يعترف بيه admit يعترف على يعترف بيه اوكي فالأفعال دي هي كلمة واحدة بالإنجليش بس حرف الجر موجود معاها يعني أنا بقول he reached the airport مش معناها هو الجملة معناها هو وصل إلى المطار يعني حرف الجر موجود فيها إنما get بتاخد two يعني get بتاخد two they got two carriers yesterday وصلوا القاهرة في فرق ما بين alone و lonely و lone alone دي بتيجي كصفة أو كحال
ومعناه مفرده او منفردا، بس لا ياتي بعدها اسم، مش بيجي بعدها اسم. He carried the luggage alone، هو اشتري الحقيبه لوحده. اقول he is alone، هو بمفرده. انا بقى الغلط اللي انا اقول he is an alone man، اللي هو رجل فريد، الكلام او رجل وحيد. الكلام ده غلط. ليه؟ لان alone ما بيجيش بعدها اسم. alone ما بيجيش بعدها اسم. lonely يشعر بالوحده، ودي صفه. despite his friends، رغم اصدقائه، he feels lonely، الا انه يشعر بالوحده. lone معناه وحيد، ودي بقى بيجي بعدها اسم عادي لان دي صفه، يعني lone دي صفه. the lone survivor يعني الناجي الوحيد of the accident told us what has what happened، قال لنا ايه اللي حصل. في فرق ما بين isolated و insulated. isolated منعزل او معزول يعني بعيد، انما insulated معناها معزول حراريا او معزول عن الكهرباء. the area is extremely isolated يعني المنطقه معزوله جدا because of the hills that surround it، بسبب الهيلز التلال اللي بتحيط بيها. houses in very hot or cold areas should be well insulated، المنازل اللي بتبقى في المناطق الحارة جدا أو الباردة جدا يجب أن تكون معزولة حراريا عشان الناس ما تتأثرش. في حاجة غامضة حتى الآن. حاجة غامضة حتى الآن. لا. أوكي. آخر حاجة هناخدها بقى. طبعا انا قلت لكم ويتش او هوتيلز بيلت دي كان اصلها ايه؟ نايمين والله نايمين. ويتش ار بيلت؟ طب ما تقولوا يعني صعب نقول ويتش ار بيلت؟ على طول هتلاقيني بسالكم كده في النص اشوفكم فايقين معايا ولا لا؟ اقول لك كان اصلها ايه؟ تقول لي كذا على طول. ما تقعدش 3 ساعات بقى عشان تقول. طبعا اني جايه عشان عندي دونت نافيه. اني ويرنج دونت نافيه. ماتش اوف كلمه ماتش اوف بتيجي طبعا مع الانكاونتبل ناونز. وورلد لايف دي غير معدود، فعشان كده جبت ماتش مش مني يعني. I decided not to go. انا لو عايز انفي decide اجيب بعدها not to go. انا قررت ان لا اذهب الى اجازه. الشاطر بقى اللي هيقول لي في فرق في المعنى ما بين الجمله اللي مكتوبه ده وما بين اللي انا هكتبه ده. I didn't I did not decide to go. هل في فرق في المعنى ما بين I decided not to go و I did not decide to go؟ هل في فرق في المعنى؟ ايوه يا مستر في فرق. لا لا يا مستر. ده ميزه انك بتدرس معانا بقى. لا في طبعا في هبسطها لكم دلوقتي. احنا 9 اهو قاعدين في الجمهور، فواحد لو احنا بنقترح اقتراح معين وعايزين ناخد قرار، فدلوقتي اللي قرر داليا. داليا قررت ان احنا ناخد الحصه الجايه الساعه 5 مثلا. يبقى لما محمد يجي ينقل الخبر هيجي يقول اني انا لم اقرر ان الحصه تبقى الساعه 5. معنى كده بجمله محمد ان انا لم اقرر ان الحصه الساعه 5 إن قد يكون القرار اتخذ بواسطة حد تاني، ما هو مش أنا اللي قررت، حد تاني اللي قرر. ولكن لما تيجي داليا تقول أنا قررت إن إحنا ما ناخدش الساعة 5، يبقى معنى كده هي اتخذت القرار بعدم الفعل. فالفرق ما بين لما تنفي decide I decide I did not decide to go، يبقى معنى كده أنا لم أتخذ قرار
انا ما خدتش قرار، ممكن حد تاني اخده، انما I decided not to go، انا اتخذت قرار بعدم الفعل. يبقى اذا لما اجي في decide يبقى انت بتنفع عن نفسك القرار، انا والله ما قررتش، مش انا اللي قلت، مش انا. انما لما تيجي تنفي اللي بعد decide يبقى انت قررت انك ما تعملش. وصلت؟ وصلت يا مستر. تمام، في فرق في المعنى كده ولا مفيش؟ اه طبعا. طب انا لم اقرر عدم الذهاب، هتبقى ازاي؟ انا لم اقرر ايه؟ عدم الذهاب. احط نت بعد واحده واحده. يبقى انت هتقولي I didn't decide not to go، هتقولي ايه؟ اه ماشي. I didn't decide not to go. يبقى معنى كده يا مان ان في حد قال مش هنروح بس مش انا. معنى كده ايه؟ معنى كده يا مرنا؟ لم أقرر عدم الذهاب. ممكن يكون حد قرر إن إحنا ما نروحش بس مش أنا، مش أنا اللي اتخذت القرار. وصلت؟ آه تمام. المهم a bit of disaster معنى قليل من يعني بعض من a bit of disaster كان سيئ. طبعا take بيجي بعدها مفعول وبعد كده تقول مصدر ومعنى كده يستغرق يعني. It took 2 days to get to the center، خدنا يومين عشان نوصل للمركز. Sound بيجي بعدها صفة. It sounded really exciting، يعني يبدو الأمر مثير. When we arrived the guide introduced us to the people working. Working دي كان لها أصل برضه. Working دي اسمها اسم فاعل، ناس عاملون. شفتوا بيلت اللي كانت أصلها which are built؟ شفتوها؟ فاكرينها؟ فاكرينها؟ هي working دي أصلها إيه؟ Who work؟ الذي يعمل. أصلها إيه؟ Who were. Okay. طبعا لما يبقى في ترتيب لحاجة في المستقبل بجيب زمن مضارع مستمر، ودي هنجيلها. I am studying this summer. This summer has a sip. ده حدث مؤقت فبجيبه مع زمن المضارع المستمر. Avoid بيجي بعدها فعل في اخره ing. They are taught how to avoid damaging. ولو جبت عطف هجيب ing. Keeping damaging keeping. بس. واحنا خدنا how to اللي بتيجي مع teach. وخدنا keep بيجي بعدها مفعول وصل. I did love. مفترض انا بقول لو انا حبيت اقول I loved. بالدي او ماضي. طب ازاي اجيب did؟ قال لي did دي بتستخدم للتأكيد. لما تحب تأكد على حاجة في الماضي تجيب did وفعل في المصدر. I did love the rain forests. في حاجة غامضة في اللي اتقالت؟ No. Okay. لا. هيبقى عندنا homework 19 20 21 30 31 32 33. في الترجمة أنا اللي طالبه منكم بس إيه؟ أول ثلاث جمل من إنجليزي العربي وأول جملتين من عربي الإنجليزي، وهنكتب موضوع عن إيه؟ عن إزاي نشجع السياح يجوا لمصر أو مكان أنت بتحلم بزيارته. طب ودول هجيبهم منين؟ عندك أفكار في الواحدة. ما إحنا لسه قايلين الإيكو توريزم، ما إحنا لسه قايلين الرحلة اللي الراجل راحها وحصلت فيها مشاكل كتير. فتقدر تكتب. عرفتوا إيه الهوم ورك اللي مطلوب؟ أيوة يا مستر. خلينا نروح مستر بعد إذنك. قول. الترجمة بس قلت عن ناخد كم واحدة؟ ثلاثة من الإنجليزي للعربي واثنين من العربي الإنجليزي. تمام ماشي شكرا. خليني أقول حاجة، لو واخدين بالكم إحنا تقريبا داخلين في ساعتين. خليني أقول حاجة الأول. قول. تمام، هو ده هيجي في الامتحان ولا الامتحان كله تشوز؟ لا لا، امتحان كله تشوز يا حبيبي، ده التالتة مش ليكوا أنتوا. امتحان كله تشوز ده التالتة مش ليكوا. المهم زي ما انتم شايفين الحصه داخله على ساعتين، انا بجتهد علشان وانا لازم الاقي مقابل. ايه المقابل؟ اهتمام واجتهاد والتزام.
يعني افترض السيشن ساعه داخل على ساعتين لان كان في معلومه كامله لازم توصل، ما حبيتش ارزقها عشان ما نعطلش. فبعد اذنكم المطلوب الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. الواجب اخره يتسلم النهارده الحد، اخره يتسلم يوم الثلاث. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. شد حيلكم وربنا يصلح حالكم واشوفكم على خير السيشن اللي جاي ان شاء الله. شكرا. العفو يا حبايبي. مع السلامه. مع السلامه.